استقلال دوشنباب داخل منطقة الجزاء تمريرة حلوة يا الله يا بيتو الوانتو مع البريك فيتو مر تسديده لكن عدت يا لوسيانو كلم لا زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء وفيتو بعيد الكرة وإلى ضربة مرمى تلك المباراة هذه كرة باتجاه فيتو والكرة في العارضة جميلة جدا من لوسيانو قوي خطرة للزعيم اللمسة ما قبل الأخيرة طالت على فيتو شوفها اللمسة ما قبل الأخيرة نعم طالت على فيتو فرصة للهلال في المساحة وفي التسديدة القوية وفيها فيتو فالنهوض والعودة إلى القمة هو مكانهم هو مكانهم